التغير اللي حصل في الشوط الثاني، شوف زوران يمكن يثبت حتى الآن لأنه مدرب يعني أنا أقول يمكن يميل أكثر إلى العبقرية، بمعنى مفاجأة الخصم، التغيير أحيانا فهد يعني يغير. أنت تكلمت على إنزال الراهب وإنزال غالب ما بين الشوطين، وغالب بدل مين؟ بدل برونو، ولذلك غير من طريقة اللعب وغير في الأسلوب التكتيكي اللي يكسبه المباراة، عنده روح المغامرة ويغير من حتى سواء في المراكز أو حتى في الأسلوب. الهدف الأول لو يعني نتذكره من أحمد عكاش، الأوفر كان بشكل ممتاز، لكن ارجع إلى بداية الشوط الثاني تجده رجع إلى نفس الطريقة اللي لعب فيها أمام الهلال، إعطاء خالد الغامدي مساحة كبيرة في تقدم للأمام، وإعطاء أحمد عكاش زيادة عددية، زيادة وضغط في منتصف الملعب، إيفان نقلها على الطرف الأيمن لمساعدة خالد الغامدي على أساس الكرات المرتدة، ويحيى الشهري من جهة أحمد عكاش، فصار فيه تغير بالإضافة إلى نزول مهاجم ينشط ويساعد يعني من وجود محمد السهلاوي، فأصبح فيه تغير حتى في الطريقة اللي كانت متبعة في الشوط الأول. أحيانا هذه الجرأة ما تصدر من مدرب عادي، تصدر من مدرب يقرأ إمكانيات لاعبينه ويقرأ المباراة. الشوط الثاني ويمكن هذا أنا دائما أتحدث هو شوط مدربين، ليش؟ لأن اللحظات اللي أنت تقرأ فيها هي الحالة اللي هي حاصلة الآن، ربما أنت تقرأ شيء قبل المباراة والأداء يختلف ولا يحدث والأداء يختلف، لاعبينك قد يكون فيهم لاعب مختفي لم يكن حاضر، التغيير والجرأة في التغيير والزج بالاندفاع للأمام، كل هذه الأمور يمكن زوران ينجح فيها حتى الآن وباقتدار. التغيير ليس لمجرد التغيير بل حتى يغير من طريقة وأسلوب الفريق.